طيب يعني الأحوال والأوضاع الكروية اختلفت إلى أي درجة ما بين مرحلة التسعينات وحاليا؟ الاحتراف اللي كان الاحتراف الوهمي في البداية، وخليني بمعنى أنطق عليه وهمي، يعني اللي هو أنت اسمك محترف ولكن مش بتطبق الاحتراف بمعاييره الكاملة. يعني أنا بتكلم على اللوائح أنك أنت تبقى لعيب محترف. يعني إلى الآن لما تبقى أنت لاعب محترف من سنة 90 يبقى لازم يبقى في دوري محترفين، أنت مش دوري محترفين إلى الآن. ده رقم واحد. رقم اتنين، إلى الآن ما فيش شركة بتدير أي نادي، لأنه دوري المحترفين بيعتمد الاعتماد الأولاني على أنك تبقى شركة كورة يعني زي العالم كله. وإلى الآن لسه اتحاد الكورة هو اللي بيدير الدوري العام، ما فيش حاجة اسمها كده خالص، ما فيش اتحاد بيدير دوري في العالم كله. اللي بيدير الدوري رابطة اللي هي رابطة الأندية، اللي هي بتبقى هي اللي بتدير الدوريات، ما فيش حاجة اسمها اتحاد كرة. الحاجات دي كلها عقبال ما انت تتغير من انك تبقى محترف الى محترف حقيقي عاوز وقت كبير. ولكن الاختلاف هنا بقى في المادة. المادة يمكن كانت الاول قليلة جدا، بدأنا بالاحتراف سنة 90 وكان الله يرحمه الكابتن محمود الجواري اللي نادى بيه في البداية. اشتغل كاحتراف ولكن ما كانش اتفعل بصورة جيدة أو لأن الاحتراف داخل وفلوس زي ما النادي الأهلي دلوقتي بيبص على المواضيع دي كلها. ولكن في آخر الأمر هو الأجيال كده والسنين بتعدي وتلاقي الجيل ده يقول إن الجيل ده جيلنا اتظلم والجيل التاني يقول الجيل ليه صحيح كابتن عادل؟ هو كل جيل يقول لك الجيل اللي قبلي مش عارفة ايه والجيل اللي بعدي ده لسه، يعني ليه دايما كده؟ لا ما هو ليه مفيش جيل؟ لا بس طبعا مش بتكلم في الكورة، انا بتكلم ان جنرال. لا هي حتى ثقافة، احنا مظلومين يعني. هي لا هي ثقافة، انت تقول ان انتوا مظلومين والجيل اللي قبلكم أيوة يقول لا احنا اللي كنا مظلومين والجيل. هي الموضوع هو الموضوع باختصار هو الجيل عمل ايه؟ يعني هو الناس بتعمل ايه؟ وممكن تلاقي ناس يقولك احنا كنا زمان بنشتغل ما فيش مادة، ويعني المقولة دي تتقال يعني كلنا بنلعب من غير المادة دي لوحدها. كابتن برضو ممكن تبقى فيها مدعاة للمظلومية عند البعض، الناس اللي تنتمي للأجيال الأقدم. يعني لما تقعد حضرتك وتسمع أو تقرأ أخبار أو تنمو إلى علمك معلومات عن أجور لاعبين، عن ملايين في تعاقدات، وتعمل فلاش باك كده للزمن الجميل اللي ما كانش فيه الأرقام دي خالص، فاكيد برضه اكيد بتحس ان في فرق. تحب اديك مفاجاه؟ انا مش عايزين نسخن يعني. لا 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 لا، تحب اديك مفاجاه قويه جدا. ايه بقى؟ تخيل سنه 90 بدا الاحتراف كان بيجددوا للاعيب النادي الاهلي. مين هم؟ طاهر ابو زيد. بص الاسماء طبعا، انا مع احترامي يعني كباتن بس انا هقولهم عشان السرعه. طاهر ابو زيد، ثابت البطل، محمود صالح، علاء ميهوب، بدرجة، ربيع سين. أنا بقول لك أسماء ولسه في كتير يعني. تخيل الأسماء، محمد رمضان، أيمن شوقي، علاء عبد الصادق. أنا بكلمك على أسماء كل واحد كان بياخد في الثلاث سنين 20,000 جنيه. في الثلاث سنين وكلهم زي بعض. أوه تخيل. طيب هقول لك حاجه، هو ده ياكد وجهه النظر. 20,000 جنيه وقتها، لا 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 يعني هل كان هو ده سؤالي، هل كانت تعادل مثلا 2 مليون ولا 200,000؟ لا تعادل دلوقتي مليون، مع مليون المقابل ان في الزمن ده ربنا يزيد اللاعبين ثلاث مواسم. خلي بالك ثلاث مواسم، بكلمك في ثلاث مواسم. لا الحاجه الثانيه المهمه، لو هم اللعيبه دي جم في الزمن ده علشان تدفع لهم فلوس، ما افتكرش ان انت ممكن تدفع لهم مش اقل من 2 مليار 3 مليار على ارقام على ارقام اللعيبه الحاليه. فانا بقول لك يعني هي دي المفارقات يعني. ولكن في الاخر هو الدنيا كده يعني. المهم ان انت مش تاخد، المهم انت هتديني ايه عشان تاخد. هي الحياه انك انت ارقام، كل واحد عايش برقم. انت ممكن تكون لعيب كبير قوي وبتاخد رقم يناسب الاداء اللي انت بتاديه. يعني على سبيل المثال مثلا انا كمدرب مثلا، انا عندي وليد سليمان. لما يجي وليد سليمان يجدد معايا، لو انا مدرب وايدي وانا اللي هجدد لوليد باي رقم هو عايزه، علشان احتياج اللاعب او اداء اللاعب، او بالمعنى الاصح اللاعب بيعمل لك ايه في الفرقه. صحيح. في لعيبه تانية ممكن يكون مبالغ جدا في ارقامها، مش بتكلم في النادي الاهلي، بتكلم في الكره. وحجم الفائده لا يتماشى مع الرقم. أيوة. مقارنه بالاداء يعني حضرتك تقصد. وفي حاجه تانية مهمه قوي، في ارقام بتدفع في لاعبين انت مش محتاج ليها،
على فكره ما بتكلمش عن النادي الاهلي، بكلمك على الاحتراف يعني، لدرجه ان في انديه بتاخد لعيبه لمجرد ان هي تحرمها من انديه اخرى وما بيقديش معاك، او حكايه في الانديه. ايوه وما بيقديش معاك. فالاحتراف هنا مش كلمه، الاحتراف مؤسسه. كره القدم بقت صناعه، بقت صناعه. ممكن تجيب لك ارقام يعني، على سبيل المثال مثلا، الناس فاهمه ان مباراه نهائي افريقيا دي مباراه عاديه. لا، هي مش مباراه عاديه خالص. انت لو عاوز تتكلم عليها في مكاسبها الماديه والنفسيه والمعنويه، هتبص تلاقي النادي الاهلي عمل ارقام فلكيه من الـ من الـ من الـ من المال مثلا. عاوز اقول لك يعني، خايفه نتحسد لو قلنا الجدول اللي حضرتك جايبه ده والله. لا ما احنا نقول ارقام ونبخر. لا، ما انا عاوز اقول لك حاجه كريم، ما احنا كمان بنصرف، ما انت الكره بتصرف يعني. ولكن احنا بتكلم في ايه، ان الفرقه لما تيجي تكسب فلوس يعني، العالم كله كده يعني. انت دلوقتي محمد صلاح ده بقى رقم، عشان كده محمد صلاح لما بيمشي في اي مكان، محمد صلاح بيخلي باله منهم قوي، لانه اقتصاد ماشي النادي. صحيح، يعني دي حقيقه فعلا. انت كنادي اهلي انت دلوقتي اقتصاد يعني. يعني عايز اقول لك انك اول حاجه لما تيجي تاخد البطوله وتاخد رقم، وبعدين تروح كاس العالم، يترتب على البطوله اشياء اخرى كتير قوي. دي واحد. اتنين، المهم بترفع السبونسر بتاعك لرقم برضو لما بتروح كاس العالم للانديه. ما هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف اللي هي. ما احنا بنصرف كتير. ايوه طبعا، ده يعني ده.